صباح الخير كريم، صباح الخير نهاوند، صباح الخير جماهير النادي الاهلي العظام. صباح الخير واحلى صباح يا رب دايما منور بالخير والسعاده لجميع اعضاء النادي الاهلي بكل فروعه. طبعا وحشتوني، بقالنا كتير ما شفناش بعض والتقينا. النهارده بنتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو خلال ايام هيبدا العام الدراسي الجديد. يا رب كده دايما يبقى عيد دراسي سعيد علينا وعلى كل الامهات والابهات يا رب دايما، ويمتع اولادنا بكل صحه وسعاده يا رب. أنا جاي نتكلم في موضوع مهم يخص صحة بنتي أو ابني في المدرسة. هتكلم على حاجتين النهاردة مهمين، هو ممكن إيه الأكل المهم اللي ياخده معاه في اللانش بوكس، وإيه التمرين اللي ممكن يعملها لو في مدرسين هيكونوا مشاهدين الحلقة دي يعملوها في اللاين الصبح، المورنينج لاين، هيتفيدهم قوي إن يبدأ يومه بنشاط وحيوية وتركيز. تعالوا نتكلم كده النهاردة على الأكل اللي المفروض ناخده معانا في اللانش بوكس. أهم حاجة يا جماعة البروتين والكربوهيدرات، وطبعا الفواكه عشان ياخد منه المينرالز والفيتامينز والحاجات دي مهمه، ولازم طبعا ازازه الميه تكون اقل حاجه 2 لتر عشان يساعد جسم ابني او بنتي ان هو يكون دايما رطب في ظل الاجواء الحاره دي. ولازم ياخد بيض مسلوق مثلا في فطار الصبح مع فلفل الوان مقطع، الياف خضراء الصبح طبعا مهمه جدا، ولازم طبعا اورنج جوس او اي عصير بس يكون فريش، ونقلل فيه طبعا كميه السكر زي ما كلنا عارفين. طبعا لما يرجع طبعا المدرسة لازم ياخد اي حاجة فيها شوفان عشان يقدر يكمل. طبعا لو عنده دروس او عنده ورك اوت هيعمله مثلا بعد اليوم الدراسي بتاعه، وده هيساعده جدا. ده بالنسبة للاكل. طبعا ثمرة الفواكه لازم طبعا لا نغفل عنها، لازم موز عشان المغنيسيوم والبوتاسيوم والعضلات بتاعته، لازم طبعا يشرب اللبن او جبنه تكون لايت عشان خاطر الكالسيوم وكثافه العظم بتاعه، لازم طبعا ما يسهرش بالليل. كل دي نصايح عامه وارشادات لازم انا كاب او ام اهتم بيها في فتره السنه الدراسيه. نيجي بقى للتمارين، وده موضوع حلقتنا النهارده، ان احنا لازم نعمل تمارين صباحيه في اللاين. نعملها كالاتي، هنعملها ترتيب معين مع كابتن النهارده كابتن فوكس، اكن انا في اللاين الصبح وقدامي طبعا الطلبه. هنبدا نعمل مثلا رانش خفيف، مارش خفيف كده زي ما احنا شغالين. كل طبعا الورك اوت اللي هنعمله او الحركات اللي انا هعملها بتبقى لمده دقيقه، عشان خاطر ان انا ممكن في 5 دقائق اعمل اللاين بتاع الورك اوت، يبقى الطالب طالع الفصل بتاعه الكلاس بتاعه يقظ ومنتبه للدراسه بتاعته. بعد ما خلصنا مارش ابدا ازود السرعه بتاعتي شويه كده على مشط رجلي، بعديها ابدا ازود حركات بدراعي. كل ده طبعا بيبقى في جروب مع الطلبه الصبح على ميوزك معينه طبعا عشان يعملهم موتيفيشن في اللاين، وطبعا الاسلوب الجماعي بيخلي الناس تشتغل كلها مع بعض بحماس. بعد كده ابدا احرك جامبر جاز، طبعا اراعي المسافات بين الطلبه عشان ما نخبطش في بعض. كل ده يا جماعه الورك اوت انا بعمله لمده دقيقه. بعد كده حركه قدام رجلي والورا، وبعد كده بعمل تمارين لعضلة الكتف. بعد كده بعمل شيست وحرك رجلي، افتح الباجل واقفل. انا كده بعمل ورم اب لعضلاتي كلها، بزود الدورة الدموية، كمية الدم اللي راح للمخ وجاية منه، فدي بتعمل لي نوع من انواع اليقظة والانتباه. بعد كده ببدأ اعمل حركة بسيطة اخفف النفس بتاعي شوية عشان الطفل او الطالب اللي معايا في المدرسه ما يحسش ان هو تعب، يخفف شويه وياخد نفسه. بيبدا ينزل على الارض شويه كده، بيعمل جامبك جاز ماونت كلامبر، بعد كده حركه رجلين بسيطه، بعد كده بعمل بوش اب اوكي. بعد كده ممكن نعمل تمارين بطن خفيفه على الارض لمده مثلا دقيقه او دقيقتين كده، بعمل استرتشات خالص لكل العضلات بتاعتي على اساس ان اكون طالع الفصل بتاعي يقظ وفايق، وفي نفس الوقت عضلات جسمي كلها اشتغلت وادت الدم بصوره افضل للمخ عشان كده يبدا تفكيري يتحسن للاحسن. ان شاء الله في حلقات جايه كتير، وباذن الله نبقى مع بعض في حلقه جايه تاني ان شاء الله، وربنا يمتع اولادنا بالصحه والسلامه يا رب. مع كابتن محمود فوكس النادي الاهلي، مع الف سلامه.